ربنا ما يحرمني من مزاجك الحلو ده. عارف يا بابا، لو تاني مره ما كلمتنيش وانت محتاج حاجه مش حاجه ازورك تاني. رايحه فين؟ راح اجيب عائشه من المدرسه. برضو عائشه؟ اسكت، مش ابوها بيقولها شوشو. با ده بقى ملحق. صحيح ما قلتليش اخبار عزيزة سلطان ايه؟ الست كبيرة والانسجة محتاجة وقت عشان تلم. هنحط امل كبيرة والعملية دي لو نجحت ان شاء الله. لا العملية هتنجح ان شاء الله، بس انا ملاحظة اليومين دول انت بتتأخر كتير قوي في المستشفى يا هشام. عادي يا حبيبتي، ما انت عارفة شغلي في المستشفى عامل ازاي؟ يعني ما كنتش عايزاها بصراحة تاخدك مننا. انت عارفة ان مفيش حاجة ممكن تاخدني منك. الو يا دكتور عبد الله. فين؟ مين اللي نزلها اصلا؟ طب انا جاي حالا. في ايه يا هشام؟ عزيزة سلطان نزلوا لها صوره على السوشيال ميديا وهي بلبس العمليات. يبقى اكيد اللي نزل الصوره ده على فكره ده حد من عندكم في المستشفى. اكيد. طب ابقى طمني. طيب